أشرف العقيد مصطفى لهبيري على انطلاق تصفيات الرياضة المكيفة بولاية معسكر لفائدة ولايات الغرب وجنوب غرب الوطن، وذلك بمشاركة 700 عون أمن أو عون حماية عفوا مدنية من مختلف الرتب إناث وذكور، حيث تشمل المسابقة 14 اختصاصا رياضيا متعلقا بمهنة عون الحماية المدنية العقيد. وخلال زيارته إلى ولاية معسكر وقف على مدى تقدم الأشغال التي استفادت منها الولاية، حيث قام بتدشين وتسمية الوحدة الثانوية الجديدة بدائرة سيج. شفت معسكر حتى غادي تقريبا 7 سنوات ما شفتش معسكر. معسكر تبدلت بزاف مع السيد الوالي، كان هو في الكرامة، كان عند كرمنا يعطيه الصحة. ومعسكر بلاد الأبطال ما عندناش شك خلاص. والحماية هنا في الولاية راهي قامة بدور نتاعها، راهي مع الشعب وللشعب، والأمور لاباس، راهي في الطليعة، الحماية في الطليعة راهي لا هي بالأمور تاعها.